ذلك الصعيدي الطفل القادم من أقاصي الصعيد سأكون يوم ما رئيسا لأكبر مؤسسة صحفية، وسأكون بأقرب الناس إلى رئيس السادات وإلى حرمه وإلى الرئيس مبارك. شكرا لكم، دمتم تماما لحرية الصحافة، دمتم تماما لمصر ولحريتها. كان الله في عونكم وصدر الله خطاكم، وشكرا على هذا التكريم الذي لم أكن أنتظره بعد كل هذا. شكرا لكم. هنا معانا يا تليفون يرجع ورا شويه. معانا هنا يا فندم. معانا هنا يا فندم. معانا هنا يا فندم. احنا كده ثانيه واحده.